معكم الجروب سيفاكس من الحسيمة، معكم الممبر طارق سعد الدين محمد السيمو. ندخلوا ديريكت في الموضوع. الفوز في ترومبلان كان واحد الدفعة معنوية زوينة بزاف اللي غنستثمروها ان شاء الله في الانتاج برودكسيون ديال الموسيقى ان شاء الله والتقدم نحو الامام. بالنسبة يعني التوتر اللي كتعيشه المنطقة الحسيمة واللي بطبيعة الحال التوتر في المغرب كله لأن الحسيمة ما المغرب، هذا الفوز كما قلت لك واحد الشحنة معنوية يعني محظة باش نزيدو نتقدمو يعني في المسار الفني ديالنا، وخاصة خاصة خاصة في المسار النضالي في الحياة عامة. ما كنفكروش نغنيو لأنه غنينا غير كتقول لي واش كتفكروا تزيدوا. اما رديجا غنينا خرجنا واحد ديال سميتو الحريه اللي كيهضر على الطغيان ولا الاضطهاد في حق الشعوب في العالم كله، مع يعني صاغيان افواغ مع يعني النظام المغربي ولا في المغرب. كان يعني واحد الجواب ديال الشعب اللي بغى بلاده تقدم. يا اسطى كنطمحوا ان شاء الله نقدروا نوصلوا لهذه، ولكن باش تهضر بسميه الشعب شي حاجه اللي كبيره. حنا كنوصلوا لي ميساج لانه حنا ولاد الحسيمة، يعني حنا طرف انت كيفاش يعني ماشي من برا ولا جاي ولاد الحسيمة كنعبروا على داكشي اللي كنشوف. الرساله اللي كنوجهوا لخوتنا المغاربه بعد الاحداث اللي شافوهم كلهم، ان الريف في مغربيه والمغرب في ريفه. يا اسطو اي واحد يقدر يمس بهاد يعني هاد القاعده هادي، اول وحدين يخرجوا هما حنا كما خرجنا المره اللي فاتت باكثر من 200,000 واحد كنقولوا نحن مغاربه ولسنا انفصاليين وعاش الوطن.